التضامن سمة بارزة في التعامل مع حالة ميفط نواب المحجوب. أسبوع مر على زيارتنا الأولى، منذ ذلك الوقت محسنون ذاتيون ومعنويون يزورون الزوجين للتعرف على احتياجاتهما وتقديم المساعدة. أبونا الحويجات باش مغطين صافي. وش السيد قلت لي يعطيك شي حاجة؟ إيه عطاني واحد 10,000 ريالية. يعني من نهار جينا اليوم كاين شوية ديال التغيير ياك، الناس حسوا بكم شافوكم عرفوكم. واجا يجيو ولكن ما عطانا شي حد يجيو. وحدة بنيتي اش كان؟ اللي جا عندنا مرحبا به، ولو فرحنا به، واللي جابنا شي حاجة قنعنا به، اللي ما جابنا شي فرحنا به غير اللي دخل نشوفهم يشوفونا نفرحوا في قلوبنا. بعدا نقول كاين الحباب تاع سيدي ربي تبارك وتعالى، الله يجعل البركة. جاو محسنين وجاو بعض الناس اللي ساهموا واخا معنويا بعض الأفرشة وبعض المأكولات، واليوم ما شاء الله جاو واحد الناس من الرباط اللي هما اقترحوا عدة اقتراحات من ضمنها أنهم يتجيو هاد الناس الرباط يعيشون تما، ولكن هاد الناس رفضوا بحكم المعرفة والفجال. هاد الناس الجيران جاو لهم. للجيران دور كبير في حياة ميفط نواب المحجوب، يتطوعون لتنظيف البيت الضيق وتلبية متطلبات الزوجين اليومية كما هو حال أمينة. غسل ليها المهنات ولا ندير لها حويجه تنصبنهم ليها، ولا ندير ليكوش السي المحجوب نغسل ليه وندير ليه ليكوش، ولا نبدل ليه، ولا ندير حويجات للدار نصبنهم بحال اللي كانوا وصافي هادشي، ولا لا درت شي حاجه في الدار نجيبها ليها لهنا. الصلاة على النبي. ميفطنا 80 عاما وبا المحجوب حوالي 90 عاما يعيشان وحيدين. الرجل في شبابه كان يشتغل كطلب معاشه، لكن المرض والوهن نالا منه كما هو شأن زوجته، والآن لا أولاد ولا إخوة، فقط أحباب الله. أحباب تاع سيدي ربي تبارك وتعالى، حتى يدفنونا تتقضى العمر بنيتي، وهذا الشيء اللي تنترجى. ما درنا رجال لا في الولد ولا في البنت، ما عندنا، فايت عندي، وإن الله يرحمهم. وخويا خلى واحد الولد ما تيجي عندي. بالمحجوب وامي فاطنة البالغان من الكبر عتية يستمران في الحياة بتفاؤل رغم مرارة العيش، لا يريدان إلا البقاء في هذا المنزل وسط الصحبة والجيران إلى أن يحين الأجل. وتتوافد المساعدة اتباعا عينية ونقدية، لكن ما يحتاجه وينتظره بالمحجوب وامي فاطنة هو عناية صحية وإصلاح عاجل لبيتهما الصغير مع ربطه بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي.